بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يقول السائل: هل يعتبر هؤلاء المهجرين والإرهابيين من الخوارج وأن يلحق بهم من سأل لهم الشهادة ووافقهم على فعلهم؟ هذا أشد من الخوارج. الخوارج ما فعلوا هالفعل، ما نسفوا المباني على الناس وروعوا أهل البيوت والآمنين وقتلوا المعاهدين والمستأمنين الذين هم في ذمة المسلمين. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج خرجوا وحملوا السلاح وقاتلوا في المعارك بينهم وبين المسلمين، بارزوا مبارزة. أما أنهم يغدرون بالناس ويجون ينسفون البيت على من فيه ويهدمون السطح على من فيه، الخوارج ما فعلوا هذا، على شرهم وعلى قبحهم ما فعلوا هذه الأفعال. هل يفعل تخريب وتدمير والعياذ بالله وإفساد في الأرض؟ هؤلاء يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هؤلاء من هذا الصنف والعياذ بالله، أشد من الخوارج، ولا يجوز الترحم عليهم ولا طلب الشهادة لهم، بل يترك أمرهم إلى الله. نحن لا نقول إنهم كفار، لا ندري عن عقيدتهم، وقد يكونون جهالا، لكن يترك أمرهم إلى الله. والشهادة ما هي بالانتحار، الشهادة أن يقاتل الإنسان في سبيل الله حتى يقتل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما قال الذين قتلوا أنفسهم، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال قتلوا ولم يقل قتلوا أنفسهم، بل قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من شاهق فقتل نفسه تردى في نار جهنم. لا يجوز الإنسان يقتل نفسه أبدا. أما أنه قاتل في سبيل الله ويدخل في المعارك وفي الأخطار، نعم، وإذا قتل فهو في سبيل الله إذا كان قصده إعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا كان الجهاد جهادا شرعيا، جهادا شرعيا تحت راية المسلمين وبإمرة إمام المسلمين، هذا الجهاد في سبيل الله، أو الجهاد بالغدر والتفجير والخيانة والترويع وإتلاف الأنفس والأموال وإتلاف الأبرياء، ما هو هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ هذا من الغدر ومن الخيانة ومن الإفساد في الأرض ومن الوحشية التي لا يقرها الإسلام. نعم.